وأولئك هم المتقون. وتعلمون أن صيغة أولئك هم المتقون فيها معنى الحصر، فيها معنى الحصر، يعني كأن التقوى محصورة في هؤلاء. حينما نأتي للكتاب الله عز وجل من حيث أوصاف المتقين نجد عجبا في أول سورة البقرة، بسم الله الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم جاء صفاته الذين يؤمنون الغيب يقوموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخر. هذه صفة المتقين. أوسع منها دلالة آية أي في سورة البقرة في قول عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أتت بالدين كله، ويقول أن حقيقة التقوى هي الدين كله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا تعلق بالغيبيات والعقائد، وآتى المال على حبه وفي القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحي البأس. قال في خاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتعلمون أن صيغة أولئك هم المتقون فيها معنى الحصر، فيها معنى الحصر، يعني كأن التقوى محصورة في هؤلاء. وهذه الآية كما تعلمون فيها العقائد وفيها الركنان العظيمان الصلاة والزكاة وفيها المال بكل تقسيماته وفيها البأس والضراء وفيها الصبر وفيها الجهاد وفيها لا أريد أن أقف عندها طويلا ولا تستحق الوقوف بل تستحق دروسا. المقصود هو الإشارة إلى ما دلت عليه الآية من معنى التقوى. الآية الثالثة في سورة آل عمران أيضا بيّنت نوع من 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 صفات المتقين، وأيضا هي قد يكون إلى حد ما وهي مهمة في البيان، وهو قول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا. إذا جمعنا الآيات الثلاث أو البقرة وآية البر وهذه تبين حقيقة المجموعة تحقيق التقوى.